دونك لاجل هذه الغرض سنقوم اولا باظهار محوري المعلم بطبيعه الحال، دونك بالضغط الزر الايمن للفقرة على شاشه الجوجيبر واختيار اكس، ونضغط مره اخرى على دائما بالزر الايمن للفقرة على الشاشه ديال الجوجيبر، ونختار هذه المره جري. سنذهب الى شريط الادوات المتواجد هنا بطبيعه الحال الجوجيبر، ونختار ان بوان، دونك سنضغط عشوائيا على شاشه الجوجيبر سنحصل على النقطه A، نضغط مره اخرى سنحصل على النقطه B. سنذهب الى القائمه دائما الخاصه بالجوجيبر ونختار هذه المره دوات لكي نربط بين النقطتين A و B. سنذهب الى افيشاج ونقوم باظهار الجبر. دونك عندما نقوم باظهار الجبر كما تلاحظون هنا سنتمكن من رؤيه العناصر التي قمنا بانشائها، التي هي طبيعه الحال النقطه A النقطه B ثم المستقيم AB الذي سماه الجوجيبر هنا F. دونك هنا قمت بتحريك نقطتين او ب حتى احصل على احداثيات على شكل اعداد صحيح. دونك الملاحظه الاولى التي سنقوم بالتحدث عنها هي ان المستقيم هنا دونك كما تلاحظون سماه الجوجيبر قلنا اف، ومعادلته كتبت على الشكل التالي اكس زائد ايكغيك زائد 2 ايكغيك تساوي 11. دونك بالضغط بالزر الايمن للفاره، دونك ساضغط هنا بالزر الايمن للفاره، تظهر لي هذه القائمه. دونك من هذه القائمه كما تلاحظون يمكنني اختيار المعادله المختزله ليكواسيون ي تيغال ا اكس بلس بي دونك على الشكل على هذا الشكل شكل مختصر، وكذلك يمكن اختيار فون باراميتريك الكتابه البارامتريه او الشكل البارامتري، وكاختيار اخير يمكننا استعمال ليكواسيون كارتيزيان دو لا فورم ا اكس بلس بي ي بلس سي ايغال زيرو دونك معادله ديكارتيه. دونك لاحظوا عندما ساضغط ستتحول المعادله على الشكل التالي 2 اكس زائد 4 ي ناقص 22 تساوي الصفر، وعندما اضغط مره اخرى واختار ايكواسيون ي تيغال ا اكس بلس بي ساحصل على هذه المعادله ي تساوي ناقص 0.5 اكس زائد 5.5. لاظهار هذه المعادله على شاشه الجوجيبرا يمكنني السحب مباشره بالضغط بالزر الايسر للفاره على المعادله ثم سحبها الى شاشه الجوجيبرا فاحصل على هذه الكتابه كما تلاحظون. وإذا قمت بتغيير شكل هذه المعادلة من المعادلة المختزلة إلى المعادلة الديكارتية كما تلاحظون مثلا إيكواسيون أكس بلس بي إيكغيك بلس سي إيكال زيرو ستتحول أوتوماتيكيا إلى المعادلة الديكارتية في هذا النص كما تلاحظون. دونك يمكننا اختيار هذه الكتابة والاحتفاظ بها، أو يمكننا سأقوم بمسحها بالزر الأيمن للفأرة سأضغط على إفاس. ساعود اليها ولكن بطريقه اخرى. دونك هنا ساذهب الى التكست دونك ساضغط على شاشه الجوجيبرا تظهر لي هذه القائمه، ثم اضغط على اوبجي وبعدها على اف. دونك عندما اضغط على اف تلاحظون بانني ساحصل على المعادله الخاصه بهذا المستقيم. دونك احتاج الى اضافه اسم هذا المستقيم، دونك مثلا مستقيم اب الذي يمر من نقطتين او بي. دونك هنا ساضغط في هذا المكان وباستعمال السهم المتواجد على لوحة المفاتيح السهم الموجه الأيسر سأضغط عليه وأكتب بين قوسين مثلا AB، ثم أقوم بترك مسافة وأضع نقطتين هكذا فسأحصل على هذه الكتابة. دونك AB مستقيم AB بين قوسين بطبيعة الحال نقطتان 2 إكس زائد 4 Y ناقص 22 تساوي الصفر، يعني أن هذا المستقيم AB معرف بمعادلته الديكارتية التالية. ثم أضغط على أوكي سيظهر لي هذا النص هنا. دونك سأقوم بسحبه مثلا إلى المكان الذي أريد بالضغط عليه بالزر الأيسر للفأرة وسأتركه مثلا هنا. يمكنني مثلا جعله غرا، ثم يمكنني تكبير قليلا حجم هذه الكتابة. دونك لكي لا يتحرك هذا النص سأقوم بتثبيته في هذا المكان. دونك لتثبيته سأضغط على هذا القفل اولا حتى لا اقوم بتغييره، ثم ايبانغلي دونك بوزيسيون ابسولي سور ليكرون. دونك اذا قمت بتحريك كما تلاحظون فان النص لن يتحرك سيبقى في هذا المكان. ساعود الى شريط او عفوا ساعود الى هذه النافذه الخاصه بالجبر. دونك لاحظوا اذا قمت بالضغط هنا بالزر الايمن للفاره واخترت هذه المره ايكواسيون ايغاي تيغال اكس بلس بي دونك المعادله المختزله فانني ساحصل على هذا التعبير. دونك y تساوي ناقص 0.5 x زائد 5.5، ولكن قلت بانني ساقوم بادراج نص اخر حتى لا احصل على هذه الكتابه ساحتاج الى كتابه كسريه.
دونك سأعود إلى المعادلة الديكارتية، سأتركها كما هي، وسأقوم ب إدراج نص آخر عبره سأقوم بكتابة المعادلة المختزلة. دونك لاحظوا هنا، أولا إذا قمت بتحريك النقطة A والنقطة B، دونك مثلا إذا كان المستقيم يوازي محور الأراتي فإن معادلته X تساوي 7 مثلا هنا، دونك 7 هي أفصول النقطة A وأفصول النقطة B، دونك هنا لدينا XA تساوي XB، يعني أفصول النقطة A يساوي أفصول النقطة B. وإذا كان المستقيم يوازي محور الأفاصيل فإن YA تساوي YB، يعني Y تساوي 2، دونك أفصول أرتوب النقطة A هو 2 وكذلك أرتوب النقطة B هو 2 كما تلاحظون في القائمة المتواجدة على اليسار. دونك هنا النقطة A أرتوبها يساوي 2 والنقطة B أرتوبها يساوي 2، هذا يعني أن المعادلة ديال المستقيم هي Y تساوي 2. وإذا كان XA يساوي XB، دونك إذا كان أفصول كما تلاحظون هنا أفصول مثلا أفصول النقطة A يساوي أفصول النقطة B، فإن المعادلة ستصبح X تساوي 4 مثلا في هذا المثال. دونك قلت بأنني سأقوم بإدراج نص عبره سأتمكن من كتابة المعادلة المختزلة ولكن باستعمال أعداد الكسرية. دونك سأذهب إلى تكست من هذه القائمة وأضغط مرة أخرى على شاشة الجوجبرا، وكذلك سأذهب إلى أوبجي وهذه المرة سأختار شونفيد. دونك ماذا سأكتب داخل هذا الصندوق؟ دونك لاحظوا معي، سأكتب مجموعة من الأوامر. دونك سأقول للجوجبرا أنه إذا كان إكس أ يخالف إكس بي، دونك سي إكس أ بين قوسين إكس أ يخالف، دونك يخالف سأستعمل بوان ديكسكلاماسيون متبوع بتساوي، دونك هذا الرمز يعني يخالف، دونك سي إكس أ ديفيرون دو إكس بي فاصلة. دونك ماذا سنحتاج إلى، دونك ماذا سيعطينا الجوجبرا؟ دونك سنطلب من الجوجبرا أن يكتب لنا معادلة المختزلة للمستقيم أب. دونك نعرف أن المعادلة المختزلة بطبيعة الحال صيغتها هي Y تساوي Y ب ناقص Y مقسوم على X ب ناقص X A في X زائد الأرتوب عند الأصل. الأرتوب عند الأصل سنقوم بطبيعة الحال إضافته لاحقا. دونك أولا سأكتب Y تساوي أو معادلة المستقيم أب دونك بين مزدوجتين، سأكتب بين قوسين AB ثم أقوم بإغلاق القوس، سأترك مسافة وأكتب وأضع نقطتان وأكتب المعادلة Y تساوي ماذا؟ يساوي عفوا دونك Y تساوي ماذا؟ دونك هنا سنقوم قلت باستعمال الكتابة الكسرية، دونك سأقوم باستدعاء الأمر فراكسيون تكست بين قوسين وبداخلها سأكتب Y ب ناقص Y A مقسومة على X ب ناقص X، دونك سأكتب بين قوسين Y ب ناقص Y A مقسومة على بين قوسين كذلك X B ناقص X هكذا. دونك هذا بطبيعة الحال مضروب في X على هذا الشكل، ثم سأقوم بإضافة ماذا؟ بإضافة الأرتوب عند الأصل. دونك أولا سنقوم بتعريف الأرتوب عند الأصل. دونك الأرتوب عند الأصل بطبيعة الحال هو الأرتوب عندما يكون الأصل، يعني عندما نتواجد في أصل المعلم، عندما يكون الأفصول يساوي صفر. دونك هنا سنذهب إلى انترسكسيون، دونك انترسكسيون، ونقوم بالضغط على المستقيم أبي وعلى محور الأراتي. دونك هنا سنحصل على نقطتين سماها الجوجبرا النقطة الصفر. دونك أنا سأحتاج إلى أرتوب هذه النقطة، دونك سأعود إلى هنا إلى هذا الأمر. دونك سنحتاج إلى إضافة الأرتوب بين الأصل، دونك سنذهب إلى أوبجي شون فيد. دونك كملاحظة هنا، هذا الأرتوب بين الأصل يمكن أن يكون موجبا ويمكن أن يكون سالبا. دونك إذا كان موجبا، دونك سي فراكسيون تكست، كذلك هنا سأكتب فراكسيون تكست.
دونك الجوجبرا يتميز كذلك بوجود امر خاص ومباشر بادراج المعامل الموجه. دونك هنا سنذهب الى ساكتب ام تساوي الى شريط الكتابه اكتب ام تساوي بونت بونت ديال الادوات ديال اف. دونك لاحظوا عندما اكتب هذا الامر ساحصل مباشره على المعامل الموجه الذي يساوي هنا ام يساوي 0.5. دونك هذه معادلة ديكارتية وهذه معادلة مختزلة. وهنا الجوجبرا يعطينا مباشرة الميل الخاص بهذا المستقيم. سنقوم بإضافة جدول. دونك هذا الجدول سنقوم من خلاله بإعطاء إحداثيات النقطة A وإحداثيات النقطة B. دونك سنذهب إلى شريط الكتابة ونكتب ماذا؟ نكتب بوان ثم نكتب لو بوان ا لو بوان ا ثم فاصلة لو بوان ب ال2 خانة اخرى. سنكتب ماذا؟ سنترك الخانة الاولى فارغة. الخانة الثانية سنكتب ماذا؟ XA XA ثم XB يعني الابسيس الابسيس تكون ابسيس وكذلك سنقوم بإدراج لائحة أخرى سنضع فيها الأراتيل Y Y هنا مكتوب أردني أردني هكذا. ثم سنقوم باستيداء الأمر تابلو. دونك تابلو سيحتاج إلى هذه اللوائح الثلاث. دونك سأكتب L1 ثم L2 ثم L3. دونك لاحظوا عندما أضغط على L1 L2 L3 سنحصل على جدول. دونك هذا الجدول سأقوم بتحريكه وإدراجه مثلا في هذا المكان. دونك أولا سأضغط على غا ثم سأقوم بجعل هذه الكتابات في الوسط وأقوم بتكبيره قليلا. دونك غوند مثلا ثم سأقوم بإضافة على شكل جدول سأقوم بإضافة الأعمدة وكذلك سأقوم بإضافة الأسطر هكذا. دونك لاحظوا عندما أقوم بتغيير إحداثيات النقطة أو عندما أقوم بتحريك النقطة A والنقطة B فإن هذه الإحداثيات تتغير بصفة أوتوماتيكية. دونك يمكننا إخفاء بطبيعة الحال الشبكة ولكن ليس بعد. دونك لاحظوا مثلا سأقوم بتغيير A. دونك عندما أقوم بتغيير A لاحظوا فإن النقطة A إحداثياتها في الجدول تتغير. دونك مثلا هنا إحداثيات النقطة لابسيس هو 3 والأردني هو 2 دونك 3 2 وهنا مثلا النقطة أصبحت 7 3 والنقطة A إحداثياتها 7 3. النقطة B مثلا 5 5 في هذا المثال سأقوم بتحريكها مثلا هنا ستصبح 6 4 دونك الأفصول هو 6 والأرتب هو 4. دونك يمكننا إضافة بطبيعة الحال بعض الإضافات الأخرى مثلا هنا سنذهب إلى perpendicular ونضغط أولا على النقطة A ثم على المحور الأول نعود مرة أخرى نضغط على A ثم على المحور الثاني سنحصل على نقطتي تقاطع سنقوم بتعريفهما سأضغط على intersection هنا كذلك سيعطيني نقطة D وهنا سيعطيني نقطة سأقوم بإخفاء هذين المستقيمين دونك بالضغط عليهما وبالزر الايمن للفأرة سنضغط على افيشي اوبجي سيقوم باخفائهما الجوجبرا وسنعود الى السيجمون. دونك هنا السيجمون ساضغط على اولا النقطة A ثم النقطة D وبعدها على النقطة A ثم النقطة A. ساقوم بالضغط مرتين المرة الاولى على القطعة الاولى والمرة الثانية على القطعة الثانية وسأذهب الى هذا السهم هنا وساقوم بجعل هذه القطعة على شكل خطوط متقطعة. دونك مثلا سنقوم بتلوينها باللون الأحمر وسنفعل نفس الشيء مع النقطة B. دونك سأعود إلى perpendicular سأضغط على B ثم على المستقيم الأول وأضغط مرة أخرى على B ثم المستقيم الثاني.
سأقوم بتحديد نقاط التقاطع. دونك هنا مثلا بين المستقيم ومحور الأراتيب، وهنا بين المستقيم ومحور الأفاصيل. سنفعل نفس الشيء، سأقوم أولا بإخفاء هذين المستقيمين، وسأترك فقط ماذا؟ سأترك القطع، سأقوم بتعريف قطع FB وكذلك القطع FG، كذلك سأجعلهما بخطوط متقطعة، وأقوم بتلوينها مثلا باللون الأزرق، وهذه النقطة A سنقوم بتلوينها باللون الأحمر مثلا، وسنترك النقطة B باللون الأزرق. سأقوم بإخفاء هذه النقاط F و D و E و G، سأقوم بإخفائها أفيشي الاتيكات، وسأقوم بتصغير حجم هذه النقط. يمكننا بطبيعة الحال إضافة الزوايا القائمة، مثلا هنا سنذهب إلى عفوا سنذهب إلى أونجل، ونقوم بالضغط أولا على النقطة بي ثم النقطة هكذا، وكذلك سنذهب إلى النقطة بي، نضغط على هذه النقطة ثم على هذه النقطة، نفس الشيء سأذهب إلى النقطة أ ثم النقط هكذا، بقي لدينا هذه النقطة وهكذا. دونك سأذهب إلى الجبر وأقوم بتصنيف هذه العناصر التي قمت بإنشائها تبدو بجي، سأضغط هنا على أونجل وأذهب إلى هذه الخانة وأختار ما بين 0 و180 درجة حتى تعود هذه الزوايا زوايا بطبيعة الحال قائمة كما تلاحظ. سأقوم بالضغط بزر الأيمن للفأرة وأضغط على أفيشي الاتيكات، سأقوم بإخفاء هذه القوائم هنا أو هذه القياسات، سأقوم بتصغير هذه القيمة، سأقوم بتكبير هذه القيمة، وسأجعل مثلا هنا باللون الأسود، سأضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم أذهب على بروبريتي وأختار ستيل، ثم أقوم بتصغير هذه القيمة، سأقوم بإغلاق هذه النافذة وهذه وإخفاء لاغري مثلا،